السجنيات في مختلف محافظات الوطن الفلسطيني بقي في مشهد سجن الرمد الذي يحمل داخل احشائه مع كذلك الاسير معتصم يحتاج إلى عدد من خارج الأسرة أن يساعدون في حياتهم اليومية. هؤلاء المنكوبين ونحن كأسرة وأنا كأسير عشت 10 سنوات في سجون الاحتلال أدرك معنى هذه المعاناة اليومية على الأكل والشرب وفي الحمام وفي كل لحظة. المطلوب أن يكون هناك حراك شعبي، المطلوب أن يكون هناك موقف رسمي من السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني، المطلوب أن يكون هناك موقف من القوى السياسية التي مع كل أسف هم أعضاء في تنظيمات و نشطاء في تنظيمات ولا أحد يتحدث عنهم من تنظيمات. هذه التحركات الشعبية المتواضعة ليس بالمستوى الذي يجب أن يكون فيه الشعب الفلسطيني وأهالي الأسرى للضغط على حكومة الاحتلال وعلى المؤسسات الحكومية من أجل الإفراج الكامل عن الأسرى المنكوبين، الأسرى المظلومين، الأسرى المرضى. نطالب بالإفراج عنهم بالقريب العاجل لأنهم بيعانوا من أمراض عدة، كل مالها أوضاعهم بتسيء وكتير عم بيشددوا عليهم وبيعاملوهم معاملة سيئة جدا، وعمالهم الأمراض تنزل فيهم واحد واحد، ومن الأمراض الخطيرة حتى عمال إدارة السجون بيهملوهم طبيا وبيجربوا عليهم الأدوية، لذلك بيصابوا بأمراض مزمنة. وهذا الوضع موجود منذ أكثر من سنتين، ونحن نطالب بالإسرائيليين لأنها هذه حكومة، حكومة الاستيطان، هذه حكومة عنصرية، هذه حكومة لا تريد مفاوضات. نطالب القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات لأن هذه المفاوضات تجزئ قضية الأسرى ما بين قديم وما بين مريض وما بين جديد. Thank you.